كنا ندردش عن كيف الواحد يتخذ قراره، ولعل عبد الوهاب أجاب كانت إجابة صراحة جميلة في قضية يعني أحد القرارات الشخصية اللي كانت عند عبد الوهاب اليوم، يعني ربطها في إنها المشورة، وإنه الناس اليوم بحاجة ماسة في اتخاذ قراراتهم إلى المشورة. ولعل مثلا ذكر مثال أن واحد يعني مشاور الوالدين عنده. خلني أجيك اليوم أبو مفلح، صح؟ نعم صدق. خلني أسألك اليوم سؤال، وترى احنا دردشتنا عفوية مار، يعني خذ راحتك فيها. دائما في اتخاذ القرار الواحد يسوي خطوات. وش الخطوات اللي انت تسويها اليوم لو بتتخذ قرار عن نفسك؟ افترض هذا القرار اليوم قرار مثلا في مجال عملك مثلا، زين، او في مجال الاعلام، او حتى خارج ايا كان قرار اليوم انت بتتخذ قرار شخصي عندك، وش الخطوات اللي انت تسويها اليوم عشان تتاكد انك انت بتتخذ القرار بالشكل الصحيح؟ شوف ترى عمرك القرارات تختلف، يعني انا بالنسبه لي انا ابداع او قناعه شخصيه عندي، انا القرارات تختلف. في قرارات يعني الاستشاره فيها ممكن انها ضروريه فيها لاشياء اساسيه في الحياه، في امور كثيره، سواء في عملك، سواء حتى في الزواج، في امور اساسيه انت عندك كرجل. لكن في امور ثانويه الاستشاره فيها ممكن تضيع عليك الفرصه هذه، فانت تدرسها بناحيتك انت، تشوف يعني سواء ايجابياتها عليك او سلبياتها، هل هي معك هل هي ضدك، أمور الثانوية. لكن في أمور أساسية الاستشارة فيها شيء مطلب، يعني من استشار ما ضاع، لكن أنك ما تستشير إلا الرجل، سواء في تجربة إذا كانت في العمل، رجل كان معك في العمل أو كان في نفس المجال اللي أنت مقدم عليه، تستشيره، تأخذ إيش الإيجابيات في العمل اللي أنت مقدم عليه، السلبيات، أمور يعني الاستشارة شيء يعني شيء كويس. لكن في أمور ثانوية أنا أشوف أنها ممكن أحيانا تستشير شخص يضيع عليك الفرصة هذه، وصارت لي أنا كثير مواقف أن ضيعت فرص كثيرة بسبب الاستشارة. يعني دائما الحزم أبو العزم في بعض الأمور، أنجز فيها خلاص ما, ما 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 تستاهل أنك تروح تستشير وتكبر السالفة، لا على طول. لكن في أمور لا، توقف عندها تستشير، لكن ما تستشير إلا الرجال اللي بيعلمك بالشيء اللي ينفعك. صحيح. ما يضرك، خاصة أنه في بعض القرارات قرارات سريعة، يعني أنت ما عندك القدرة اليوم أنك أو الفرصة ما بتنتظرك، ولا بتقعد بتحتريك هي لين تفكر تستشير، خلاص هي انجز، حامي فبخلص علينا بقرارك. محمد ايش تقول في اتخاذ القرارات؟ قال اللي على لسنتنا كلنا والكلام السليم جدا. بعض الامور انت شوير نفسك يا الواحد، والمشوره طيبه والاستخاره طيبه، صحيح، اي، ولما انك جيت تستشير واحدا كلامه يستاهل انك تستشيره، فالمشوره امر زين. وعلى ما قال ابو مفلح فيه امور ما تستشير فيها انت.